اخيرا دكتور طلعت، خطه المجتمع الاهلي في الفتره اللي جايه مع الدوله ازاي تقدر انها تكون مع الناس او في الشارع مع الناس؟ يعني هو المجتمع الاهلي احنا كاتحاد عام جمعيات والتحالف الوطني العام الاهلي التنموي، احنا فعلا عاقدين العزم واحنا مقدرين الظروف اللي الدوله بتمر بيها وحاطين خطط وبرامج قويه جدا. يمكن الخصها نمره واحد، بالنسبه طبعا احنا بنتوسع في دعم الاسر الاكثر احتياجا، واحنا عندنا يعني خريطه الفقر موجوده عندنا بشكل مفصل. يعني احنا عندنا خريطه الجمهوريه كلها بالقريه وبالعزبه وبالنجع، وعارفين الاسر الاكثر احتياجا، وطبعا دول بيتم دعمهم بالسلع الغذائيه في يعني بشكل دوري. عندنا بنك الطعام، عندنا كل المؤسسات دي كلها بتقدم دعم غذائي بشكل يومي للاسر الاكثر احتياجا. وطبعا توفير المواد الغذائيه دي غايه في الاهميه. الامر الاخر بنشتغل في موضوع الخدمات. احنا حريصين ان احنا نوفر خدمات للمواطنين، لان الخدمات دي بتساوي الناحيه الثانيه فلوس. يعني النهارده موفر له خدمه صحيه مجانيه، اما اوفر له النهارده تعليم برضه بساعده في التعليم، بساعده في المدارس، بساعده، دي كلها خدمات احنا شغالين فيها وبقوه ومنتشرين على مستوى الوطن. الخطه الثالثه ان احنا شغالين في التنميه. يعني التحالف الوطني العام الاهلي التنموي مع الاتحاد، والاتحاد طبعا يعتبر عضو في التحالف، بنشتغل على مشروعات التنمويه، تمكين المراه اقتصاديا واجتماعيا، المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. يعني انا كنت في اجتماع في احدى المؤسسات، مؤسسه المشروعات الصغيره والمتوسطه، انا بقصها النهارده هنتوسع بشكل كامل للشباب. النهارده احنا عايزين الشباب عايزين طبعا يعني النهارده بندربهم وبنأهلهم ونمكنهم. تمام. يعني احنا من التأهيل قبل التمكين. تمام. النهارده ديت مسائل كلها احنا بنمشي التوازي، وبطمن حضرتك وبطمن كل الناس، احنا المجتمع المصري مجتمع يؤمن بالتكافل. ده واضح، ولكن كان يعني محتاج تنظيم وده تاني. استاذن حضرتك يا استاذ عمرو، يعني اللي بتتكلم فيه انا وقت خلص. انا بس انا عايز اوجه شكر للتحالف الوطني التنموي لسبب ان هو بيشتغل بمنهجيه علميه. أيوة. بيشتغل بقاعده بيانات، بدل ما كل جمعيه كانت بتدي لمواطن ونفس جمعيه تدي لمواطن تاني. بالظبط. الحاجه الثالثه ان هو وحد الجهود، فيعني زود الدعم والعمل التنموي. فانا بشكر التحالف الوطني وبشكر واحنا كمان بضم صوتنا في الغرف التجاريه، دونها دورها برضه الفتره اللي فاتت في المحافظات. تمام. ومعارضه مهمه جدا. أكيد. اخر نقطه علق عليها، اتكلم عن تصدير الخدمات. أي. الدكتور علاء، انا النهارده عندي عنصر بشري. طيب. مفترض في ظل زياده الايرادات في الاسواق الخارجيه ادرس احتياجاتها وادرب العنصر البشري اللي عندي. صح. واصدر عنصر بشري واصدر خدمات. شكرا. اشكر حضرتك استاذ نايف. اتفضل. اخر حاجه يا فندم، التعليم والتدريب وحاضنات اللي بتتعمل حاليا. انا يمكن الواحد شاف شباب زي الورد رواد اعمال بيبتدوا. صح. عندنا في مجال الطاقه الشمسيه مشاريع صغيره جدا، النهارده مستثمرين بمليارات في بنبان. وتكرار هذا في قطاعات متعدده هو ده المستقبل الفعلي، ان انا اتحول بدل ما بقدم دعم عيني ونقدي للاسر، هم اللي ينتجوا، هم اللي يشغلوا، اسر منتجه. تحولت لمؤسسات اسر منتجه وفي نماذج عملت ده فعلا. يعني بضم صوتي لصوت حضرتك وبشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء عز، شرفتنا. شكرا لحضرتك دكتور طلعت عبد القوي، شرفتنا دكتور طلعت سيدنا مصطفى سالم، شكرا جزيلا لحضرتك على المعلومات. وحقيقي يعني عيشتنا في الجو، انتوا ازاي بتدبروا مصروف البيت بجد. الله يعينكم بجد. شكرا. الله يعينكم.